ما معنى قوله حبب إلي من الدنيا النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة؟ هذا الحديث يرويه بعضهم خطأ ويزيد ثلاثة، حبب إلي من دنياكم ثلاثة، غلط. ما فيش ثلاثة في الحديث، الحديث حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء. حط نقطة، ابدأ من أول السطر، وجعلت قرة عيني في الصلاة، دي حاجة تانية. جعلت قرة عيني للصلاة مش معدودة مع دول. في فرق بين الحياة